Awesome. كثير ملفات هيك، مسكت الملف سكرته لهم. مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله صحتكم ان شاء الله بخير. بدايه الله وصل السلام على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. رجعت لكم مقطع جديد، افضل حجم نزل الحركه بعد التحديث لانه غيرت عليه بشكل كبير. زائد جيم بلاي، عدد قتلات عالي، وتسكير ملفات مثل ما شفتوا بدايه الفيديو، خصم جدا اسطوري، وعن جد المقطع يفوتكم. انصحكم تشاهدون الفيديو للاخير. طبعا يا اخوان، بعد نزول هذا الفيديو بشيء قليل جدا راح افتح بث مباشر على الفيسبوك، اتمنى الكل يكون موجود، رابط الصفحه مثبت باول تعليق. من دعم المقطع باللايك، انا مشترك بالقناه اشترك فعل زر الجرس. مشاهده ممتعه. Watch out! Watch out! Marked a location. Knock. Awesome. كثير ملفات هيك، مسكت الملف سكرته لهم. Marked a location. Okay. Awesome. Okay, Joel. Knock. ما بدي أقع. نور. كده هذا كمان فيني. اللي ظل وين صاحبهم؟
سلام على الشرطة مضروب. وينو؟ Watch out. من بين مكان Mark the location. هاي بسيطة هاي. اوكي صاحب ورا. صار ورا الشوكة. ضرب مليون سموك يا عمري. مليون سموك ضرب. طيب ليش تضرب مليون سموك؟ مثل تطير مثلا؟ يا وحش. يا اخي كم سموك بلنا معه؟ 1 2 3 4 5 سموكات بس؟ قليل جدا. لا والله 6 سموك 5 سموكات. شو حطير عليه مثلا سبيد؟ وين ذهب وين؟ impressive. لسه ورا الشجرة لسه. يا عمري أنا. Impressive. تفضل استنى 3 ساعات مثلا لا يطلع لا يبيك لا كذا اذا نايم وهو اوبن فخلاص اسكر ملف مثل ما سكرت ملف جماعة المطار. عمري 17 كل من ليفل اخر من مواجهات جدا اسطورية. رايكم باللعب؟ سلام. والله شباب فيديو جديد معنا اليوم افضل واسرع حجم لزر الحركه بعد التحديث. طبعا يا اخوان تاخرت بهذا الفيديو كثير ولكن يا اخوان لهي اللحظه اللي لقيت افضل واسرع حجم لزر الحركه بعد التحديث. طبعا يا اخوان قبل التحديث الكل يتذكر انه كنت حاط حجم زر الحركه بالكلاسيك 90 وبالمستودع 120 مع حساسيه الركض 85. ليش كنت حاطهم بهذا الشكل قبل التحديث؟ الزر الحركه بال120 بالمستودع يعني يعطيك شويه بطء ولكن يعطيك ام بدون ضياع ابدا، وبالكلاسيك كان يعطيك ال 90 سرعه جدا اسطوريه وعندك بالكلاسيك ام اسيست فما يصير عندك ضياع ام، يعني السرعه مقابل ضياع الام بالمستودع، زائدا السرعه مقابل الام اسيست بالكلاسيك، تمام يا اخوان؟ ولكن يا اخوان بعد التحديث صار لي فتره يعني شيء 20 يوم او 25 يوم بحاول بعدل بزر الحركه، زر الحركه بال 90 بالكلاسيك في بطء، بخلي حساسيه الركض 100 ولكن نفس الشيء في بطء، فيا اخوان رفعت زر الحركه بالكلاسيك لل 120 فإخوان شفت أفضل حجم لزر الحركة بعد التحديث بالكلاسيك 120 وبالمستودع 120 فطبعا يا إخوان انجد جربوا 120 حجم جدا جدا أسطوري. طبعا يا إخوان مثل ما تشوفون حاليا بنفوت على عناصر تحكم ونشوف أنه أنا خليت زر الحركة 120 مثل ما تشوفون يا إخوان أنا مخلي زر الحركة 120 طبعا يا إخوان نرجع نروح على المستودع مثل ما تشوفون أنه أنا كمان مخلي زر الحركة بالمستودع 120 تمام يا اخوان فهذا افضل حجم لزر الحركه 120 بالكلاسيك وبالمستودع بعد التحديث يعني عن جد سرعه جدا اسطوريه مع ايم بدون ضياع ابدا. طبعا يا اخوان نحكي على حساسيه الركض مثل ما تشوفون حساسيه الركض انا ايش قد مخليها 100 كنت مخليها 85 ولكن يا اخوان هون لازم نعرف شغله اذا تلعب كلاسيك خلي حساسيه الركض 100 لانه عندك ام اسيست وصير عندك سرعه جدا اسطوريه ولكن اذا دخلت على الروم مع صاحبك او اي روم او مستودع انا بنصحك تنقصها على 85 عشان ما يصير عندك ضياعين يعني تدخل روم نقص حساسيه الركض على 85 بس تطلع تلعب كلاسيك فخليها 100 تمام يا اخوان اتمنى وصلتكم هاي الفكره اتمنى تدعموا المقطع باللايك المشترك بالقناه اشترك فعل زر الجرس اعطوني رايكم باللعب اشوفكم بعد قليل على البث المباشر على الفيسبوك سلام.